السلام عليكم لدي تلاميذ السنة الرابعة متوسط لهم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه. شفت بلي نزيد لكم موضوع على المعالم التاريخية بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باوليدتي ما تنسونيش بجام اشتراك لما مش مشترك في القناة باش تعمل فائدة. باو نقرأ النص. In 1612, a prince called Jahan met a pretty girl who was selling jewels in a market. قالت في 1612 واحد الأمير سموه جان جاهان تلاقى مع واحد البنت اللي تبيع المجوهرات في الماركت في السوق في المحل. ممتاز محل هي اسمها ممتاز محل which means Jewels of the Palace سموها ممتاز محل اللي تعني جوهرة القصر. Was 19 years old في عمرها 19 عام. They fell in love طاحوا في الحب وقعوا في الحب and decided to get married وبغاو يتزوجوا. Later ومن بعد the prince Shah Jahan became Emperor of India ومن بعد شاه جاهان ولا إمبراطور تاع إنديا تاع الهند. As ممتاز محل didn't want to live like the other Eastern woman قالك بالصح ممتاز محل ما بغاش تعيش كيما النساء الشرقيات. She was helpful كانت متعاونة and hardworking كانت مجتهدة. She gave her husband advice about the administration of the country كانت تعطي راجلها الرأي تاعها في الادمنستراسيون تاع الدولة في شؤون الدولة. She advised him to give more money to poor people كان دائما تقول له مد الدراهم للناس الفقراء. Unfortunately لسوء الحظ she died when giving birth to her 14th child in 1630 قال لك ولسوء الحظ مسكينة ماتت وهي تولد ولدها 14 ابن عمي مسكينة بنينة سي بوغ سا ما نجمتش تعيش 14 ولد الله يرحمها. قال لك ماتت في وهي تولد ولدها 14 في 1630. In 1631 في 1631 شاه جاهان أوردد أستاذ أحمد لاهور هذا الإمبراطور راح أعطى الأوامر للأستاذ أحمد لاهور to build a sort of temple for her wife in Agra يعني قال له بني لي معبد في أغرا لهذا أحمد. واه إنديا that's called the تاج محل قال له سميه تاج محل. It will buy more than 20,000 workers 20,000 عامل and over 1,000 elephants were used to help with the transport of the heavy material during the construction. قال لكم 100,000 تعفيل كان يرفد المواد الثقيلة تاع المواد البناء الثقيلة في البناء. It took them 22 years to complete the project. قال لك استغرق 22 عام باش يكملوا لو بروجي. تاج محل is decorated with jewels, gold and silver. قال لك تاج محل مديكوري بالمجوهرات والذهب والفضة. Passages from the Quran are depicted on many walls. يعني كانوا بزاف يديروا الكاتبين بزاف دي باساج تاع القران في الحيوطه. The Taj Mahal had 4 minarets عنده 4 معادن 40 متر طول 40 متر طول and huge dome قبه كبيره ضخمه 35 meters high 35 متر ارتفاع. It is made of white marble مصنوعة بالرخام الأبيض. The color changes with the time of the day and whether or not there is moon at night.
هاد الرخام، هذا الرخام اللي داروه يتغير اللون تاعه مع الوقت، وسورتو كي ما يكونش القمر. اوكي there is moon at night. تاج محل became a symbol of endless love and it is an outstanding example of Islamic arts and architecture. قال لك تاج محل ولا رمز تاع الحب لا متناهي، هذا حب ولا خليني كيما قال لك endless love يعني حب لا متناهي. It is an outstanding example of Islamic arts، يعني هو مثال بارز للعمارة الإسلامية and architecture والهندسة الإسلامية. Some people think it is the most beautiful building on earth. قال لك كاين earth يعني هو يعتقد بعض الناس باللي هو أجمل بناء على وجه الأرض. In 1983 في 1983 the United Nations declared هيئة الأمم المتحدة ديكلارات باللي هو as a world heritage site من التراث العالمي. The mausoleum attracts more than 8 million visitors every year. هذا المعلم الشهير ولا كيما نقولوا احنا الضريح، mausoleum يعني الضريح، يستقطب أكثر ولا يجذب أكثر من 8 مليون زائر كل عام. هذا هو النص تاعنا. نروح للأسئلة. هنا عندنا complete read the text carefully and do the following activities. نقرأ النص جيدا وندير التمارين هذه. complete تاج محل facts file. غادي نكملوا هذا البطاقة تاع تاج محل. لوكيشن وين جاية تاج محل؟ نروحو هنايا تاج محل انديا، واه تاج محل وين جاية؟ جاية ان اغرا انديا. ديرو اغرا انديا، في اغرا في الهند. هايت تاع مينيريتس اند دوم، الهايت ارتفاع تاع المآذن والقبة. هيا دي مينيريتس 40 متر طول، وهنايا عندنا 35 متر هاي. اوكي نكتبوا هذه مينيريتس مينيريتس شحال عندنا 40 متر طول، ونديرو شكاين دوم عندنا شعار 35 متر هاي. اوكي هنا قال لك وين ديد اتس كونستراكشن بيجن، متى بدات البدايه تاع البناء تاعه. هاي دي شو قال لك ان 1631 شاه جهان ordered the استاذ محمد لا to build هذا لاهور to build a sort of temple. هنايا قال لك بدا البناء في 1631. when was its construction completed، متى كمل البناء. هنا ما كتبوناش بصح قالنا بعد 22 سنه، يعني نديروا عمليه حسابيه، ندخلوا شويه في الرياضيات، نديروا زائد 22 تعطينا 3 5 6 1 صافي كملت في 1653. نديرو اوكي. وبعد قال لك when was listed by UNESCO as a world heritage site، متى داروها من التصنيف العالمي للتراث العالمي، متى قال لك in 1983. اوكي نروحو دروك عند هادي choose the right answer A B or C or D. the prince met his wife in، وين تلاقى كسموه الأمير مرته وين صابها، في البالاس، في البالاس يعني القصر، ولا بيتش في البحر، ولا فورست في الغابة، ولا ماركت. هو صابها في الماركت في الدي.
هنايا she was very كي كانت calm lazy helpful ولا market كي كانت هي كانت lazy فنيانة calm ولا helpful هي كانت helpful كانت تساعد الناس يعني كانت سي نديرو سي وهنايا thousand people worked on the monument شعل من واحد كان يخدم في المونيمنت هنا نروحو نشوفو 20,000 workers 20,000 workers people 1,000 people worked on the monument يعني كانوا 20,000 واحد يخدم في المونيمنت The monument is made of marble, mud, stone ولا steel marble بال كيسموه بالرخام نديرو ماربل اوكي هنايا نروحو قال لك ماتش ايتش وورد ويد اتس اوبوزيت عندنا كل كلمه واللو كونترير تاعها العكس تاعها بريتي بريتي يعني وحده شابه لو كونترير تاعها هي اغلي وحده ماشي شابه نقولوا لها اغلي ايستر شرقيه ويسترن غربيه اس ايست ويست إستر يعني الشرقية وستر الغربية هارد وركينغ الاجتهاد واحد مجتهد واحد ليزي ليزي يعني تقيل كما نقولوا براكاسي هيوج كبير ضخم سمول هي لو كونترير تاعها اوكي انا قالك سبوت ذا ميستيكس اند رايت ذا كوركتد باسج اون يو انسر شيت قالك شوف غادي نكتب هذا نقاول الخطأ ونكتبه هذا الصحيح نروحوا الأولى دا دائما في البداية نديرو تي ماجيسكول ذا صافي هذه الأخر دا تاج محل is a a على هذا أن هنا أن على أن على كين هنا أ ولا أو ولا إي ولا كي تكون هنا يا فوايل نديرو ان هنايا مادام كاين كونسونانت ما نديروش ان نديرو ا بيوتيفول صافي بروبليم هنايا نديرو ا بيوتيفول هذه قريناها في السنه الاولى متوسط مونيمنت كي قرينا ا والان ارتيكل ا والان والذ ادوات التعريف مونيمنت ذات از نكتبوها جاء found in أغرا مدام هي بلد نديرو أغرا 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 نديرو فاصلة إنديا نقلعو علامة الاستفهام نديرو نقطة أوكي نديرو نقطة بس كهدا مشي سؤال باش نديرو عامل علامة الاستفهام أوكي نروحو دروك قال لك complete using as or not as اوكي تاج محل is famous big ben يعني في زوج famous شان ديرو نديرو تاج محل في زوج كيف مادام نقارنو كيف نديرو تاج محل is as famous as نديرو as famous as big بان قلت لكم دائما تجبدوا هذه الادجكتيف ديروا as is as famous as big بان اوكي باسكو كيف معروفين famous يعني مشهورين تاج محل من rates 40 متر are high big بان tower 96 متر هذا 40 الارتفاع تاع المعادن وهذه 96 صافي شان نديرو حنايا دائما نبدو بالاقل نبدو بتاج محل من الريتس نديرو تاج محل من الريت تاج وا محل ريت مي Narrates are not
as high. High are not as high as Big Ben. Big Ben Tower. Okay, ديرو هكا. تاج محل minarets are not as high as not as high as Big Ben Tower. Okay. نروح هنايا the Eiffel Tower is old تاج محل. شكون لي old شكون لي قديم هو تاج محل. صافي نبداو دائما بالأقل. هذه جاية غير هنايا هنايا هذه 1600 وهذه غير هنا هنايا. صافي شنو نديرو نديرو the Eiffel Tower دائما نبداو بالأقل. Eiffel Tower is not as old. نديرو الاخر لادجيكتيف تاعنا not as old as تاج محل. اوكي تاج محل. اوكي دائما شوفوا لادجيكتيف تجيبوها منا تبداو يا as old as ولا not as old as. يعني تجيبوها ديروها في الوسط يا not as وتجيب لادجيكتيف تاعك ودير as ولا دير as old as. اوكي تمناك راهي واضحه. هنا قال لك pick out from the text four words and complete the table according to the pronunciation of their final ed. اوكي نروح نجيبو من النص للفاينل اي دي. اوكي هنا نجيبو من النص نشوفو شي عندنا هنايا decided نديروها هنايا decided وهنا قالوا لنا جبدوا زوج وهنا قالوا لنا وحده. هنايا قال لك بون advised وهنايا دي هنايا decorated ثاني نديروها هنايا decorated نزيدو شو نشوفو شكاين هنايا advised صايدرناها ordered نديروها هنايا ordered زيدو هنايا عندنا married بدا اوكي بزاف. اوكي نروحو هنايا باش ما نطولش عليكم نروحو you have received an email from an English friend of yours. تلاقيت راك جبت كسمو رساله من عند صاحبك الانجليزي هي ولا شي صاحبك ولا صاحبتك. She asked ولا he asked you to write him a reply in which you describe one of the most famous landmark in Algeria. قال لك راهي قارع فل باش ترد عليه وتوصف له معلم من معالم الجزائر. You have chosen مقام الشهيد انتايا راك خيرت مقام الشهيد write him or her your reply. اكتب له ولا اكتب لها ال كيسمو ال رد للرساله. This fact file may help you. هذا الفايل هذا قادرين ينفعوك. اوكي انا تقدر تبدا هكا تقدر تبدا هاي تكتب الاسم بيتر ولا تبدا جون. اوكي تبدا هكا تقول I hope you are doing well. I'm so happy to give you some information نعطيك بعض المعلومات about مقام شهيد مقام ولا martyrs
memorial. اوكي ومن بعد ادي لها هكا مارتشز ميموريال. is one of the most famous landmark in Algeria. It is located شوف in Algeria. It is designed by Bashir Yıldız. Okay, the Algerian painter Bashir Yıldız. It was designed by بشير يلس. بس كنستعملوا هنايا الباسيف فورم. اوكي باسيف فورم بشير يلس. It was designed by بشير يلس ولا it was designed by انا نكملوا نسيت هنايا the Algerian painter. نسيت باش نشوفها the Algerian painter بالرسام الجزائري بشير يلس. اوكي اند شكون اند ذا بوليش سكالبتر والنحات النحات ماريان كونيكزني نكتبوها اند ذا بوليش. بعد نروحو كونستراكشنز date of construction نقولو it was ولا نديرو martyrs memorial was constructed in 1982 on the 20th anniversary of Algeria's and the dense. Okay, ndiru it is 92 meters high. هو يدير 92 متر في الارتفاع. نعاودو شوفو كش كتبنا. سهل نديرو هاي جون ولا هاي بيتر ولا هاي مادكس اسم تاع جوري. I hope you are doing well. I'm so happy to give you some information about Martyrs Memorial. Martyrs Memorial is one of the most famous landmark in Algeria. It is located in Algiers, Algeria. It was designed by the Algerian painter Bashir Yıldız and the Polish sculptor Marian Hadakonis-Skini ولا شعبا كيزموه. Martyrs Memorial was constructed in 1982 on the 20th
anniversary of Algeria's independence. هو صنعوه للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال. It is 92 meter high. هذا هو. ومن بعد نكملوا هنايا نديروا هذه هي ومن بعد نديروا yours حتى ما نكتبوش الاسم تاعنا نديروا say نديروا your friend هادش ممنوع تكتب اسمك مع التفا. هذا هو ولادي كسمو السوجي تاعنا. نتمنى تستفدتوا معايا. شوفوا غادي يجيكم سهل كيما شفت على حساب الاخر مواضيع في متناول الجميع. ان شاء الله غدوه ان شاء الله تاني هكا تستفادوا تكون مواضيع في متناول الجميع. ما تخافوش وليداتي كل شيء سهل. Yes you can do it. دائما تقولوا Yes I can do it. نقدر ندير نقدر نوصل نقدر. Don't give up. ما تستسلموش وليدي. Fighty وحتى التالي. كما قالك قاتلوا حتى مع التالي. اوكي باقي لكم دو جوغ. ايا قولوا كما قالك بسم الله نتوكلوا على ربي ونبداو نديروا نهار الزواج تاعنا ونهار الثالث ونكملوا وندوا الاستقلال تاعنا. اوكي اي الى عجبكم الفيديو ماذا بكم جيم اشتراك في القناه اللي ماش مشترك في القناه. وقلت لكم ساهل ان شاء الله باذن الله تعالى. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبكم وقلوبنا وقلوب ابائنا وامهاتنا ان شاء الله. ربي يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.